مات اليوم انا اوريكم واحد الكيك ساهل يعني وكيجي جديد خصوصا لعشاق الناس اللي كيبغيو القهوه. فهاد الكيك فيه 3 البيضات، فيه كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت، كاس ديال القهوه سريعه الذوبان. حاولوا تصايبوها قبل، كديروا كاس ديال الماء دافي يعني بحال غتصايبي قهوه، وغديري فيه معلقه ونص ديال القهوه على حسب طبعا الذوق ديال كل واحد واش كيتبغي القهوه بزاف ولا لا. عندنا هنا فانيلا، انا ناخذ واحد معلقه صغيره. عندنا 2 خمارات ديال الحلوى 16 غرام، وعندنا تقريبا هكا كاكاو لي مر، ممكن تستغناو عليه وديروا غير كوبيل. هنا درنا معلقه ديال الكاكاو هذا اللي كيكون مر، ومعلقه ديال الكاكاو الحلو اللي كيكون هكا ديال كوبيل. وهنايا غناخذوا المقاييس بنفس الكاس اللي خدينا بهم المقادير كامله، غناخذوا 2 كيسان وغنبقاو من بعد نشوفوا عندنا ميزانه شحال غناخذوا، وغنعطيكم بالتدريج يعني شحال خدات لنا ديال الدقيق صافي. وكذلك ممكن تستعملوا الطراب اليدوي اولا الطراب العادي. فغنبداو دابا الكيك، يما هو اللي غتدير المعكسه صافي. غنبداو نطربو. الو البنات، هنا كيف كتشوفوا بعد ما كنضيفوا السكر تدريجيا على البيض وكنطلعوه هكا حتى كنحصلوا على واحد الخليط هكا اللي كيف يولي اللون ديالو فاتح وكيكون رغوي بحال اللي كيتضاعف الحجم ديالو. غنجيو نبداو نضيفوا دابا في الزيت حتى هو بالتدريج. حنا كنضربوا الزيت ديال الخلاط، الا كنتو كتخلطوا بيديكم راه غتعيطوا ميزانكم باش ما يطرش ليكم. دابا ضاعتي ماما السرعه غنضيفو ملعقه ديال الكاكاو، الو البنات دابا هنا كي شفتو غنضيفو هاد الكاكاو، ماما حركي بلا ما تخدم باش ما يطيحش، وغنضيفو معلقه ديال الفانيلا نكهه. طبعا حنا مستعملين قهوه يعني غير كاضافه باش تجينا النكهه ديال الفاني مع القهوه كتمشى مزيان. فوالا، وغنضيفو كاس، عندنا كيف كتشوفو كاس ديال الدقيق، ها هو خدينا القياس ديالو اللي دابا نخدمو نخلطو الكاكاو مزيان. هنا الكاس الاول غنضيفولو دوك الخمارات 2، كل ساشي فيه 8 غرام. عاد غنخدمو الباتور باش ما يطيرش لينا الخليط ديال الدقيق والخميره. فوالا درنا الاول والساشي الثاني، فوالا ونعاود نعبر حنا كاس اخر بلا ماما تخدم الباتور، نعبر كاس اخر ديال الدقيق باش نضيفو. الو الكاس الثاني هو غنضيفوه. الو البنات، القياس اللي خدات عندنا تقريبا في 2 كؤوس ونص، ودائما كيبقى عندكم ميزانكم على حسب كل واحد الحجم ديال البيض اللي مستعمل. انما الا خديتو المقاسات بنفس الكاس خديتو بهم المقاسات كامله راه غادي تجيكم المقادير هي هذيك كما كناكم. وانا صافي غنخلطوه. وهنا عندي القالب اللي غنديرو فيه، درت فيه ورق الزبده باش يجيني ساهل انني نزولو ميطيب صافي. كتدهنو تحت باش يلصق لكم الورق ديال الزبده، دهنو بزيت باش يلصق مزيان، و الا ما ممكن انكم الا متاكدين ما كيلصقش دهنو بالزبده وترشو بالدقيق. الوغ البنات كيف كنقول لكم ديما ملي بداو يبان لكم هذوك الفقاعات صافي راه كتعرفوا الكيك بان دخلوا الهواء مزيان صافي، كتحبسوا لان ما كيطلعش الكيك. كاين شي انواع الا بلغتو في الخفق فما كيطلعش، تما فين كيكون المشكل صافي. صافي غنجيو دابا نسلو في ال وغنديوه يطيب في الفرن ديال الزنقة اللي غيطيبو في الفرن ديال الدار، فهو غيشعل الفرن على 180 درجة كيف ما كنطيبو أي نوع من الكيك. 180 درجة ندخلوه كنتسناو عليه حتى كنبداو نشمو الريحة ديال الكيك، أولا كدوز واحد 35 حتى 40 دقيقة
عاد كنقدروا نحلوا الفرن. قبل من هكا ما كنحلوش الفرن بزاف، يعني حتى كتشموا الريحه هو كيكون دليل على ان الكيك بدا كيطيب. انا البنات هنا راه الكيك راه جبناه من فران، طبعا هو واقيلا حطها بطريقه ماشي مقاده، درت هكا من هنايا ماشي مشكل. المهم غير تبرد شويه، حيدها من القالب ونوريكم كيفاش ممكن انكم تزينوها هكا الكيك هكا كيفاش اسفنجي، يعني ممكن انكم تستعملوه حتى ديروه يعني طبقات. انا البنات هنا غندي نوتيلا، غناخذها نزين بها الكيك هكا، يعني ندهن الوجه نوتيلا. مش صيد طفيرات وجيت هذوني صيد طفيرات وعاد نجي نكمل الخدمه، يعني بلا برد الكيك و أو ممكن ديروه يعني نقدر تزولوه بسهولة من القالب، فاديرو الشوكولا وهو باقي سخون. هانا كيف كتشوفو، وطبعا هنا ممكن ديرو من الفوق كوك، يعني جوز هند مبشور، ممكن ديرو شوكولا هكا يعني مهرمش أو لي بيبي دو شوكولا، ممكن ديرو غير هكا نوتيلا وديرو شوية لوز او لا كاوكاو او لا اي حاجه متوفره عندكم تزينوا بها، كتبقى لكم الاختيار. طبعا كل واحد يدير اللي متوفر عنده. ها هو نقاد واش بالطريقه. هنا عندي يعني امان عينز، عندي هذا كنضر هذا الصباح جبني مذاق ديالو كراميل، وهذا واخا مبقاش فيه بزاف. فوالا يعني كتجيب هاد الشكل كيف كتشوفو. هذا فيه كراميل وفيه يعني هو كيدير فوق البراوني، انا استعملته زينت به غير الكيك في الوسط وهكا. انا ممكن ندير حتى هذا ديال الكوكيز، هادو كان جبتو من ختم امريكا، انما هذا خاصني نهرسو واحد شويه. اوكي غناخد الامانس يلا. انا قلنا البنات كيف شفتو، فانا كناخد زيت فلوك كندير فيها شويه الامانس وكنجيب اما محراز نحاول هكا نفتفتو. تنكسر الحبه شويه تجيني سهله، شكون كنقطع الكيك ما تبرزتنيش الطريقه، يعني الطريقه كتجي زوينه كتطيب كيما دي كاب كيك او لا كيك او لا حتى كوكيز. ممكن تستفيو غير بنوع واحد من الشوكولا كتجي لذيذة، قهوة مع الشوكولاتة كراميل. فوالا البنات هدا هو الشكل النهائي ديال الكيك لي صوبنا، كنتمنى انكم تجربوها.